في مؤشرات على فكرة، في مؤشرات ممكن أعرف منها إن ابني أو بنتي دولت عندهم حرمان. 5 علامات، ركزوا معايا بقى. أول حاجة إن الحرمان من العاطفة ده بيخلي عندهم نوع من الوحدة والانطواء على النفس. تاني حاجة هتلاقي إن بيصدر من الطفل بعض التصرفات مثلا اللي غير لائقة، من الغضب الشديد، عدوانية، غيرة، ده يدل عن في أزمة نفسية في الموضوع ده. تالت علامة ممكن يجد صعوبة في التواصل مع الآخرين، مش متأقلم أصلا مع المحيط اللي حواليه، ما عندوش مهارات اجتماعية ولا تواصل. رابع علامة ممكن يبقى الطفل دوت اللي عنده حرمان عاطفي عنده انحراف في المستقبل، عنده بقى يتعرف على شلة أي كلام، يا مخدرات، يا أي حاجة من أنواع الإدمان يعوض ده في ده. أو ممكن تبص تلاقي عنده تمرد غير طبيعي على الأب والأم وأي قرار هم يقولوه. وليه؟ عشان يجذب الانتباه، عايز مزيد من الاهتمام ومن الحب، فيقوم جاي معاند بزيادة.